هذا ايما الشارع؟ ها شارع السرشخانة. هذا شارع السرشخانة بيش كان يشتهر؟ والله بالألبسة. وبعد؟ بالألبسة تكرم بالأحذية بالخيطين. ايه. وأطباء يمكن؟ أطباء ودكاترة اعتيادي صيادلة. قبل أشهر كان وضعه السوق؟ والله كان يأخذ ما ينطي من الزحامات. يعني شلون يأخذ ما ينطي؟ من الزحام. زحام كان فرد مرة. هسا وضعه شلون الشارع بصورة عامة؟ تعباني. تعباني بشكل. ليش تعبان؟ تمام ما حد يرجع. تجي دكاترة هاي ترجع. يعني الدكاترة مكملين العملكم أنتم كألبسة أو أحذية؟ يجي على المريض ينزل على السرشخانة يفتر يسوى. يعني المريض إذا يجي يفتر إيه نعم يفتر. يعني شيء مكمل للشيء. إيه. باقي المحلات ليش ما رجعت؟ أخشى يعني والله ما إيه ما يرجعون. أشنو الأسباب؟ والله يعني الشارع. شارع وأرصفة ماكو. هاي تأثر على شلون حركة الشارع شلون؟ الحركة اعتيادي. تجهيزات للعيد؟ اي والله. الأطفال؟ اي الأطفال. الأهل أيضا راح يسوون. بس الأطفال بعدين الأهل. أول مرة الأطفال؟ اي ما هو محل أطفال. أكيد أنت قبل كنت تجي هون على هذا الشارع طبعا تجيب الأهل أيضا قبل تسوي. اي منطقة. وضعية الشارع شلون كان قبل السابق؟ أحسن والله زين. قبل أحسن من هسه. قبل أحسن؟ اي طبعا سوق فتح كامل. ازدحام كان؟ اي والله. هسه عشان ننتشر وضعية السوق أم زين أحسن مما قبل سنة سنتين. يعني نتوقع الأيام الجاية على عيد إن شاء الله يكون أفضل والباقي يفتحون. أي اشتغيت له بعد؟ والله ما نفتر. إيش عالصفر؟ والله عنرتب شوية. عترتب على إيش؟ على العيد. على العيد هم تصفية للمحل هم ترتيب على مود شوية الشغل. والله حركة مليحة على أيامهم. هالأيام حركة مليحة؟ اي والله الحمد لله. الحمد لله. فعلى صفوت فحتى الماء من تجي عالسريع امشيها. الحجم والقياس والنوعية. بالضبط. آه. زين خلينا قبل شوية وندردش. ولو راح اخذ مو وقتك بس لا. تحكي لي على انت العام كنت موجود بذاك العيد كنت موجود؟ موجود امبلي كنت. زين. شلون كانت الحركة؟ والله مليح الحمد لله. كانوا اكو ناس يتعنون عليكم من ذاك الجيل؟ والله هسه هالسنة اكثر. يعني هالسنة أكثر، يعني البيحة تقريبا 11:30 عما عزلنا. الساعة شقد عزلت من البيحة؟ 11:30 12:15 عزلنا البيحة. بال 12 البيحة عزلت؟ أي مع العلم إنه ماكو نار وكهرب، بس على الكهرب مال المحل. عندكم معاملين زباين يجون؟ والله البيحة على الأقل أكثر المعامل جماعتنا من الأيسر. من الأيسر؟ أي تعنون علينا يجون يشتغلون معنا. ليش؟ شنو السبب؟ يقولون أول شيء محبة بيكم، أسلوبكم حلو. تشجيع ودعم؟ تشجيع لكم والله ودعم، يعني مع العلم إنه بس أنا وأخوي مفتحين البيحة. فجماعتنا عزل مواقت فشغلنا الحمد لله البيحة. يعني تأخرنا أكثر من الوقت. البيحة وأول بيحة والقبله. الأسعار مالك شلون؟ والله أسعار مليحة. وبالنسبة للمكياجات هم المكياج أسعار. يعني حسب النوعية حسب المادة مالتها. أي والله. أيوة. الحركة شلون تغشاها؟ والله الحمد لله مليحة. البيحة الساعة شقد عزلت؟ البيحة ساعة 11 أكو عالم. ساعة 11 البيحة بالليل أكو عالم هوني؟ أي والله. يتبضعون؟ أي والله. والله قالوا إحنا من الأيسر جينا نشتري من هوني. تشجيع ودعم لكم. اي والله. تتوقع الايام المقبله ان شاء الله راح تكون اقوى ان شاء الله. بس احنا نريد ان يرجعون يعني بعد العيد راح تجي المدرسه. نعم. هم العالم يحتاجون هم يحتاجون ملابس ودراعه وعلى شنطه وعلى زين موحد الشميع مال المدرسه. ايه فان شاء الله يعني نتامل انه واحد والله ان شاء الله يرجعون. يعني الاطباء الصيادلي يا اخي اللي هسه بهذا الوقت الحالي يوميا يجون يسالون على صيدليه. هسه عندنا هاي صيدليه الظلال فتح له بعد؟ لا لا ابو عمر جاء فتح دي كمله وما اعرف ايش وعافه وراح. يعني المفروض يجي يفتح يا اخي. هسه يجونا نبعثهم على خزرج. ماكو 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 يعني صيدليات. انت العام فتحت صار لنا سنة وشوية يعني احنا بعد رمضان العام فتحنا. الحركة والإقبال عليكم شو كان؟ والله نعمة فضل من الله تعالى الحمد لله. توقعاتك هذا العيد شو راح يكون إن شاء الله الإقبال عليكم؟ والله يا أخي يعني السوق كله قاطبة ما بالسرشخانة. نعم. الأسواق كلها قاطبة ركودكم. ماكو فلوس بالمدينة ماكو شحة بالمادة. يعني عمل ماكو. يعني العامل إذا ما يشتغل مين يشتري؟ صح. العامل إذا يشتغل ويصير عنده فلوس يروح يشتري. يعني هسه لو الدولة تعوض هذول الناس المتضررة
سواء شهداء، سواء جرحى، سواء بيوت متضررة، تستلم فلوس بديها تعمر بيوته، اللي يزيد منه تشتري أغراض. الله إن شاء الله ترجع إن شاء الله.